استعانت وزارة الصحة ب 500 طالب وطالبة من كلية التمريض في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لمدة 6 أشهر لمساندة الطاقم الطبي. نعم، وجاءت هذه الخطوة بعد نجاح التجربة في العام المنصرم والتي انخرط فيها الطلبة بالعمل الميداني وأثبتوا جدارتهم في مواجهة جائحة كوفيد-19. طلبة كلية التمريض يتحملون المسؤولية الملقاة على عاتقهم ويستجيبون لنداء الوطن بمساندة زملائهم في المهنة. أشكر مجلس الوزراء على الثقة الكبيرة اللي أولاها لكلية التمريض وطلبة وطالبات كلية التمريض بالسماح لوزارة الصحة بالاستعانة بحد أقصى بعدد 500 طالب وطالبة لمساعدة الطاقم التمريضي في وزارة الصحة. في الحقيقة أنا على يقين أن طلبتنا وطالباتنا أهل لهذه الثقة. هذا اليقين ينطلق من جانبين. الجانب الأول، في تجربة سابقة لطلبتنا في بداية الجائحة في شهر مارس 2020، طلبتنا تقدموا وبادروا طلب فتح باب التطوع لمساعدة الصفوف الأمامية، خصوصا أن الدراسة كانت متوقفة وقتها بقرار من مجلس الوزراء. فتواصلنا مع الأخوان في وزارة الصحة وأبدوا ترحيبهم بهذا الأمر، فتحنا باب التطوع لطلبتنا وعدينا كشف بأسماء المتطوعين ورفعه مع الوزير التربية العالي الحالي الدكتور علي المضف، كان مدير عام الهيئة، رفعه لوزارة الصحة وتم اختيار عدد من طلبة يوصل إلى 60 طالب وطالبة وعملوا في محاجر وزارة الصحة. الجانب الثاني، احنا على ثقة كذلك بالتأهيل العالي اللي تلقونا طلبتنا عندنا بالكلية. هذه الثقة ما جت من فراغ، هذه الثقة توجت في الأسبوع الماضي بحصول الكلية على الاعتماد الأكاديمي لكافة برامجها من إحدى أرقى مؤسسات منح الاعتماد الأكاديمي في العالم، وهي مؤسسة الاعتماد الأكاديمي لبرامج التعليم التمريضي الأمريكية أسن. التجربة نجحت في العام الماضي بمشاركة الطلبة الذين عملوا في المستشفيات والمحاجر لسد النقص بالطاقم التمريضي. القرار اللي طلع مجلس الوزراء في استعانة في طلبتنا، طبعا أسعدنا هذا القرار، ويعني أنا كم كنت أتمنى تشوفون ردة فعل الطلبة والطالبات اللي من أمس، يعني ما شاء الله الأسامي اللي قاعد تتواصل وحابنا تشارك في تكون من ضمن 500. طبعا احنا مو غريبة على طلبتنا، أثبتوا في خلال الجائحة وكان عندنا ما شاء الله طلبة متطوعين لمدة تقريبا شيء 70 يوم في محجر العبدلي. المهنة إنسانية نفس ما قاعد نشوف، والحمد لله الحين المهنة قاعد يعني محتاجينها أكثر، خصوصا أن الطلب عليها قاعد يزيد من الوزارات والمستشفيات. وينتظر الطلبة في كلية التمريض بكل شغف العمل ضمن الطواقم الطبية لمواجهة هذه الجائحة. ملائكة الرحمة قلوبهم كملابسهم بيضاء، يبذلون المستحيل من أجل صحة المرضى. فايز البطي، تلفزيون دولة الكويت.